بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على الأوباش اللئام. نواصل في تذكير لهذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم رضي الله عنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، أخوك ضيف عندك، أخوك في الإيمان في الإحسان في الإسلام، فبيتك مسجد من بيوت الله، أمل لكم ليلا ونهارا تذكرون الله الحبيب سبحانه وتعالى، وتتبعون سنة القريب لقلوبنا عليه الصلاة والسلام. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، مش أتلو أنا كالأحمق ولك الحمار يحمل أسفارا، لا، أتلو وأتدبر وأدرس مقاصده ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة هنيئا لنا، وغشيتهم الرحمة زيادة هنيئا لنا، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. صدقت يا سيدنا يا رسول الله عليك الصلاة والسلام أبد الآباد بحق رب العباد.